النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أقفل مؤشر البحرين العام يوم الأحد على انخفاض عند مستوى 1929، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعي الاتصالات والمال. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي بانخفاض عند مستوى 799.7، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.19% في من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. كشفت إحصاءات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن مملكة البحرين سجلت أعلى مستوى لاستيراد السيارات من الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري منذ عام 2019 حتى الآن. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد إسماعيل حسين أكبر، المدير التنفيذي للمبيعات في شركة إبراهيم خليل كانو. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ، مع انتعاش قطاع استيراد السيارات، كيف تقرأ هذا المشهد؟ بداية يعني أنت عارفة أن الموديلات اللي جت في بعد 2023 و24 في موديلات جديدة، فطبعا في بعض السيارات اللي جت كثرتها جديدة، وتأشيلات البنوك اللي قاعدة تصير في البحرين. يعني بعض البنوك ما كانت في تمويل لسبع سنوات، وفتحت بنوك بنكين إن فتحوا تسهيلات لسبع سنين، ممكن يقسط ويدفع المقدم 10%. والتسهيلات اللي صارت هاي الأشياء اللي تصير بعدين، السيارات القديمة صار ناس يغيرون، ما نقدر نقدر 19 إلى 24، في ممكن سيارات كانت قديمة تغيرت والأشياء تحصل صارت دائما، لأن 2019 لـ 2021 كانت كلها كورونا، والمصانع الإنتاجية كانت أقل بكثير، فبعد ما خلصت الكورونا الانتاج زاد بالتأكيد. أستاذ، يعني هل هناك فترات معينة خلال العام يرتفع فيها الإقبال على السيارات، وما هي الأسباب؟ دائما الإقبال السيارات المبيعات تزاد في حوالي بداية سبتمبر، لأن رجوع المدارس والناس اللي مسافرين، فدائما سبتمبر متوقعين أكثر عشر لغاية آخر السنة. وساعات في ركود في وقت اللي هو سنة تغيير الموديل، يعني الحين بندخل سنة 25، في ناس ينتظرون موديلات 25 في بعض الوقت في أغسطس، وساعات يجي في نوفمبر، هذا الوقت اللي يفرق. بالتأكيد السيد إسماعيل حسين أكبر، المدير التنفيذي للمبيعات في شركة إبراهيم خليل كانو، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع دالة الأسواق المالية الخليجية. سجل إجمالي واردات سلطنة عمان من الذهب بنهاية مايو من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41%، ليصل إلى 176,591,960 ريالا عمانيا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عمان من الذهب في نهاية مايو من العام الجاري انخفضت بنسبة 23% مقارنة بذات الفترة من عام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات 771 مؤسسة بنهاية الربع الثاني من عام 2024. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.